السلام عليكم. للرقي صفات وأفعال ودلائل كثيرة، ومن أهم دلائل الشخصيات الراقية هو تخلصها من آفة الفضول. فضول النقاش، فضول السؤال، فضول النظر، فضول الاستماع، فضول التنصت، فضول التدخل في أمور الغير وإحراجهم بأسئلة خاصة. الشخص الراقي يترك الآخر للآخر وينشغل دائماً بنفسه، يمنع نفسه عن النظر لكل ما يتحرك في محيطه أو الاستماع والاستفسار عن كل ما يحدث حوله. لا يدخل ولا يظل في مكان يشعر فيه بأنه يخترق أو يزعج خصوصية غيره. يعيش حياته لحياته ويترك الآخرين وشأنهم. ومن يأتيه شاكياً أو راغباً في المساعدة أو النصح يستمع له باهتمام ولا يتأخر عنه دون أن يحرجه بأسئلة بدافع الفضول أو يجبره على قول شيء لو كان يريد ذكره وذكره من تلقاء نفسه. الشخصيات الراقية في حياتنا هم من يضعون نصب أعينهم دائماً إن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله يحفظكم ويحفظ بلدكم.